على مدخل مدينة ورزازات تنتصب مجموعة من استوديوهات السينما التي احتضنت تصوير العديد من الأفلام العالمية، خصوصا تلك التي تحكي عن تاريخ الحضارات المصرية. لو كونغ فام مخرج فيتنامي اختار مدينة ورزازات لتصوير فيلم يحكي عن أسطورة إيزيس وأوزيريس فرعون مصر، والذي قتل من طرف أخيه ست. الفيلم الذي أعمل عليه هو شريط سينمائي يحمل عنوان رقصة الشرق، وهو فيلم مستوحى من أسطورة إيزيس وأوزيريس المصرية، والتي تعتبر من أقدم وأعرق أساطير الفراعنة. وقد اخترت ورزازات لتوفرها على عدد من الديكورات المصرية. عامل الأمن والاستقرار هو ما جعل المخرج لو كونغ يفضل ورزازات كوجهة لتصوير فيلم سينمائي، فضلا على توفر المغرب على أطر فنية وتقنية مؤهلة تغني المنتجين والمخرجين عن استقطابهم من الخارج. ورزازات بالنسبة لي مدينة سينما متكاملة، حيث إنه باستطاعتنا ولوج استوديو التصوير، لكن في الآن نفسه فالمدينة توفر لنا عددا من الأطر المؤهلة في الميدان السينمائي كتقنيي التصوير والمختصين في الديكور والكومبارس، ونحن محظوظون لتواجد كل هذه المهن في مكان واحد. ومن أجل مضاعفة عدد الإنتاجات السينمائية، أقرت الحكومة قبل أسابيع مشروع مرسوم يوفر دعما للأفلام الأجنبية، دعم سيسمح باستعادة 20% مما تنفقه شركة الإنتاج خلال تصوير الفيلم. وعلى غرار الدول المنافسة تمكن المغرب من خلق مشروع نظام تحفيزي لجلب المزيد من الاستثمارات السينمائية. هذا الشيء بيان سور غادي يفيد القطاع السينمائي في المغرب، لأنه غادي يساعد على خلق المزيد من فرص الشغل وتشجيع كذلك السينما المغربية. المؤهلات الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى التسهيلات المادية كلها عوامل جعلت كبار المخرجين العالميين من أمثال مارتن سكورسيزي وريدلي سكوت يختارون مدينة ورزازات كوجهة مفضلة لأعمالهم الفنية.